كان تعليقات ذراتك؟ كان اللي قال لي بقيت متذكرها. كان اللي قال لي تفكرت عليه اخا، كان اللي قال لي روح غرس في الغابه ما تغرس في المدينه، ما نحتاجوش حنا في المدينه غرس في الغابه مثلا. مثلا كان تعليق كيما كان اللي يقول لك كان يقول لك واش حتربح من الامر هذا مثلا. كاين ناس كل كاين ناس اخرين تبلوا لي يدير تبلوا شغل الخير هذا مش غراتوي، تبلوا شغل عندي حاجه تبلوا عنده حاجه ورشي هذاك الحمد لله هذاك راحت هنا. والله نقول لك حاجه قسما بالله العظيم غير ما نحتاج لا منصب ما نحتاج حتى حاجه، والله يعطوني اعلى منصب في الجزائر ما نقدر. الشيء اللي نعرف نديره هو نسير جمعيه الجزائر الخضراء كيما راني هكا من تراب للتراب، ما نحتاج حتى بلاصه. نحتاج واش نحتاج؟ نحتاج الشعب الجزائري كامل يلتف وراء المبادره هذه والحمد لله. نحتاج السلطات العليا كامل تلتف تمشي بالمبادره هذه. عندنا نماذج صحيحه